لكم تلاميذ وطلبه وطالبات ان شاء الله هنديروا التكامل بجوج طريقات ان شاء الله، يعني بجميع المستويات باش يفهموا. الطريقه الاولى اللي غنستعمل يفهموها كل شيء، الطريقه الثانيه ديال شونجمون فاريابل، نشوفوا على حسب الشعبه واش علوم تجريبيه ولا علوم رياضيه، وحتى الدراري في لافاك يستافدوا معنا في يعني في التكامل ان شاء الله. الطريقه الاولى كالتالي، نبداو الطريقه رقم واحد. طريقه واحد دابا التكامل يمكن لك تخدمو، يعني دير متطابقه الهامه وتنشر، ولا اني راه يجي طويل، يعني غتدي الوقت طويل بزاف، يعني باش تحدد وسط 12 راه ما ساهلاش. دونك خصك تقنيه، باش تخدم هذا الانتيغرال. دابا الا مشينا شقينا اكس زائد واحد ما عندهاش علاقه باكس و سي 2، اول حاجه يعني ما عندكش كيفاش دير. دونك خصك تفكر، هاد اكس و سي 2 خصك ديكومبوزيها، يعني خصك تفرقها. دونك اي ايغان الانتيغرال، هاد الفكره اللي طاحت ليا انا، اكس و سي 2 نحاول نخرج منها اكس زائد واحد، هادي هي لا ميثود. دونك شنو غادي ندير؟ غندير اكس زائد واحد اوس اثنان، شنو غنقص؟ هانتوما لاحظوا معايا، الا حسبتوا هاد المتطابقه الهامه، عطيتك اكس زائد واحد اوس اثنان، هي اكس اوس اثنان نا زائد جوج اكس زائد واحد. دونك باش تبقى ليا غير اكس اوس اثنان هنا، شحال خصني نقص؟ خصني نقص جوج اكس وخصني نقص واحد، هادي خصني نقصها، يعني ناقص جوج اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد اس اثنان دي دو اكس. علاش درت هذا الشيء؟ علاش درتو؟ باش في الاخر تبقى لي غير اكس زائد واحد اس اثنان، وانا عارف البريميتيف ديالها. دونك مازال غنزيد نخدم، شنو غنجي ندير؟ دابا هادي مع هادي باينه، هادي اس 12، هادي اس 12، بحال الا عوضت اكس اس اثنان بهادي، هادي هي اكس اس اثنان، هادي راه هي اكس اس اثنان، باش كلشي يفهم. اي ايغال لانتيغرال اكس زائد واحد اس اثنان، شنو غنجي ندير هنا؟ ناقص جوج اكس، باش نلقى اكس زائد واحد هنا شنو خصني ندير هنا؟ خصني ندير ناقص جوج، نقص جوج ونزيد واحد، فوا اكس زائد واحد اس 12 دي دو اكس. نتمنى تكون الفكره باينه. علاش نقصت جوج؟ باش غنعمل بناقص جوج وتعطيني اكس زائد واحد، هذا غير باش تفهموا الفكره. تكافئ الانتيغرال، يعني هنا اكس زائد واحد اس اثنان، هنا عملوا لي بناقص جوج، شنو غتبقى؟ تبقى اكس زائد واحد، عاد زائد واحد، هادشي كامل فاش في اكس زائد واحد اس 12، هنا دي دو اكس. طري بيان، الفكره راه واضحه. دونك دابا صافي بقى غير النشر، اللي بقى نشرو هذا مع هذا، هذا مع هذا، وهذا مع هذا، باين الفكره هذا ولا الانتيغرال ساعد. دونك تكامل اكس زائد واحد اس جوج زائد 12 هي 14، يعني اكس زائد واحد اس 14 دي دو اكس، ناقص جوج، تكامل غنفرق هذه مع هذه عاوتاني، اكس زائد واحد اس 13 دي دو اكس، شنو بقات؟ زائد واحد في اكس زائد واحد اس 12 هي زائد، هنا نورمالمون زائد لانتيغرال اكس زائد واحد اس 12 دي دو اكس. تري بيان، دونك دابا هادو لي بريميتيف ديالهم ساهلين، يعني الدواء الاصليه ساهلين. دونك اي ايغال هنا غتعطيك اكس زائد واحد اس 15 على 15، هادي بريميتيف، هادي نورمالمون بريميتيف، ناقص جوج اكس زائد واحد اس 14 على 14. يمكن لك تخرج جوج على 14 غتعطيك واحد على 7، زائد اكس زائد واحد اس 13 على 13 زائد واحد ثابته ك. دونك هذا هو التكامل ديالنا، يعني ساهل، يعني ما صعيبش بزاف، خصك غير تخدم مع شويه الضمان. علاش هنا؟ شنو باش تعرفوا شنو استعملت؟
عندك اي بريم فوا اي اس ان بالنسبه لهذا الشيء هذا لي بريميتيف شنو هي الداله الاصليه ديالنا هي اي اس ان زائد 1 على ان زائد 1 نعطي بار اكزومبل الاولانيه اكس زائد 1 اس 14 كيفاش درت ليها هي اكس زائد 1 بريم فوا اكس زائد 1 اس 14 دونك البريميتيف ديال هذه بحال هذه اللي كتلعب الدور ديال اي هي اكس زائد 1 اس 15 على ا 15 يعني باش تفهموا كيفاش درت ليها دونك دابا بالنسبه للطريقه الاولى هذه ندوزوا للطريقه رقم 2 طريقه رقم 2 هنا غيتبعوا معايا مهم على حساب علم التجريبيه اللي كنتو درتو الا كنتو درتو شونجمون دو فاريابل مزيان ما كنتوش درتو راه غنشرحو دابا مزيان بالنسبه لسيوس ماد راه يفهموها مزيان دونك شنو غنجي ندير غندير تغيير المتغير هذه غنستعمل فيها تغيير المتغير حيت كاين شي دراري ديال العلوم التجريبيه كيديروا تغيير المتغير بعد يعني بعد الاساتذه كيديروا دونك ماذا y ولا واحد يعني واحد فاريابل اخر هو x زائد 1 غنوضع هذه x زائد 1 علاش باش تسهل العمليه حيت الاولى عندي هنا y هنا غتولي عندك x ناقص 1 اس 2 و x ناقص 1 اس 2 ساهله باش كنخرجها y ناقص 1 y ناقص x اللي جرينا هذه لهنا غتعطينا y ناقص 1 اس 2 ساهله المتطابقه لها هذه هي الفكره دونك من هنا شنو خصني ندير غنجبدوا بعدا اول حاجه x x اللي بغينا نجبدوها هي y ناقص 1 صافي ها الاولى x جبدناها ثاني حاجه نجبدوا دي دو y دي دو y هي الشقيقه ديال هادي هي واحد في دي دو x دونك هي دي دو x نقطعوا هادو دونك غنشدوا هاد الجوج هادو نعوضوهم في التكامل دونك امبليك ان اي ايغال تكامل x قلنا هي y ناقص 1 اس 2 دونك عوض x ب y ناقص 1 x زائد 1 شنو هي هي y اللي حطينا مضروبه في y اس 12 قلنا دي دو x هي دي دو y دي دو x راهي دي دو y دونك هو الانتيغرال سامبل دونك اي ايغال انا هذه مطابقه الهامه تكامل y اس 2 ناقص 2 y بلس 1 فوا y على بيسونس 12 دي دو y طري بيان يعني التكامل ولا ساهل غنشرو دابا دونك اي ايغال y اس 2 في y اس 12 هي الانتيغرال y اس 14 دي دو y ناقص نخرجوا الجوج هنا تكامل y اس 13 دي دو y غتبقى لنا زائد تكامل ديال y اس 12 دي دو y دابا هادو بريميتيف باينين ها دونك غتولي لنا اي ايغال y اس 15 على 15 بريميتيف ناقص 2 y اس 14 على 14 بريميتيف زائد y اس 13 على 13 بريميتيف زائد واحد ثابته ك دونك دابا حنا شنو حطينا في الاول y شنو حطينا هي x زائد 1 خصنا نرجعو حيت حنا هاد التكامل خصني نحسبو اون فونكسيون دو x يعني خصني بدلاله x نحسبو دونك اي ايغال y هي x زائد 1 دونك هي x زائد 1 اس 15 على 15 ناقص 2 فوا x زائد 1 اس 14 على 14 بريميتيف زائد x زائد 1 اس 13 على 13 بريميتيف عاد زائد واحد ثابته ك دونك هذه بالنسبه للطريقه رقم 2 وحنا سالينا هذا التكامل نتلاقى ان شاء الله في شي فيديو اخر كاين شي تمنى يكون هكا كومبليكي في الانتيغرال ولا اي حاجه بارطاجيو هاد لاشين الى استفدتوا منها وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله ومبروك رمضان والله يدخلوا علينا بالخير بالصحه والسلامه.